بوت، واحد بوت طويل والتاني هاف بوت، ومعانا 2 فستان، ومعانا كمان فوط الاطفال اللي انا جبتها. فيلا بينا كده نبدأ الفيديو. لو الفيديو ده خد مني في الشرح يعني اكتر من 8 دقايق، فهضطر ان انا اصور لكم جزء تاني منه. خدش مننا الوقت ده، فاعرفوا ان انا يعني اكيد كلهم كده هاخدهم في فيديو واحد. انا اصلا يعني عامله الفيديو ده وقلت ان انا هاخدهم في فيديو واحد. تمام، هسيب لكم لينك الاكونت الشخصي بتاعي ولينك الانستجرام ولينك البيج التابع للقناه تحت في الديسكريبشن بوكس. ولو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي انزلي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وكومنت عسل برايك عشان تشجعيني عشان استمر، وشير لاصحابك كمان عشان يشوفوا القناه بتاعتي. يلا بينا بقى نبدا. اول حاجه معانا في الفيديو يعني الفوط بتاعت الاطفال دي، يعني حاجه كده قمه في العسل بجد. الفوط دي ما كانتش غاليه خالص، الفوط دي كانت ب185 جنيه من عند لمعي. برضو استنوا كده يعني انا هوريكم العنوان بتاعه اهو، 21 شارع زيز محرم بيه اسكندريه اهو. ده كده شكل المكان بتاعه، شكل الكيسة بتاعته والارقام بتاعته اهي لو عايزين تستفسروا ليه فروع تانية برا ولا لا. بصراحة ده اكتر مكان يعني بيبيع حاجات عرايس تحفة اهو. ده كده الشكل الفرخة. استني هوريكم انا بقى يعني البنوتة، كان في بنوتة بتقولي ورينا وانت بتعملي الفيديوهات ليه ورينا الخامات من جوه عاملة ازاي، فانت عندك حق بصراحة. يعني كنت مصوره فيديو للانجري وكده من غير ما افتحه، بصراحه كنت مكسوفه اني امسك الحاجات دي بايدي وكده في الكاميرا، بس لما صورته فانا عندها حق كنت كملت بقى وخلاص. اهو دي كده اللي هو شكل الفرخه، ده اللون فيروزي، شكلها حلو ومميزه قوي. بصوا في الدوده عشان اكل الفرخه دود، فمقربينه منها يعني. وبدي رجل بتاعها وهي بارزه كده لبره. تاني شكله هو البوبي، بس عايزه اقول لكم ان هو ناعم جدا يعني. بصوا الفرو بتاعه تحفه يعني، ده مش الاستخدام ده للذواق يعني. وده كده بعين واحده وشبه كرتي البابا، بس هو مش كرتي البابا يعني، ولي شنب ازرق كده. وادي الكلب اهو التاني، يعني في 2 كلب، في اللي هو ده وده، بس بصراحه ده اشيك واجمل يعني، تحسي كيوت. او دي بنوته ودي ولد، حاجه زي كده يعني. ده شكله، الالوان برضو بتاعته مميزة يعني، فيروزي والبراون واليلو والبينك، الالوان دي كلها تحفة جدا، الوان اللي هي الباستيل دي. تمام، ده كان 185 جنيه بس يعني يا بلاش. واللي هي من ماركة تومي كيدز، دي الماركة بتاعتها اعتقد، انا عشانكم بقيت ادقق في الماركات دلوقتي. طبعا فوط الاطفال انا جايبه دول كده 4، وكمان جايبه اختهم برضو 4، كمان فوط اطفال، وكمان جايبه الفوط اللي هي الفرط اللي هي العاديه خالص مش اللي في كراتين، فبرضو كده حلوه قوي يعني. انت بقى عايزه تجيبي اكتر من كده اقل من كده، دي حاجه بتبقى بتاعتك انت. انما انا بوريكم اللي هو ايه اللي انتوا يعني ينفع تجيبوه كده. بصوا بقى جبت 2 بوت، واحد بوت طويل واحد هاف بوت من البيج بتاعت ارزد. بس الحقيقة حصل معايا موقف يعني اتجاههم يعني ما عجبنيش خالص. الاوردر قعد 1.5 شهر عبيت مجالي يعني، حاجة كمية في الازعاج. قعدت اقول لهم طب ليه وكده، كل شوية اكلمهم فاحنا الاوردر البوتات مش عارفة جايلنا منين ومش عارفة ايه، مش قعدوا يعملوا لي مليون اختراع. فانا اوكي الحاجات جايلي حلوه، بس انا مش هتعامل معاهم تاني خالص. حتى لو عندهم مليون حاجه بحبها، فانا هبعد عن التعامل معاهم تماما. الحاجه يعني اصلا الطريقه او المده هي اللي بتحدد تتعاملي مع البيج دي ولا لا. حتى لو كانت الحاجه غاليه وبتجيلك فوات سريع وكده، فانت بتحبي التعامل حتى لو الحاجة غالية. انما الحاجة اوكي ماشي كان اسعارها كويسة والماتيريال بتاعتها كويسة، بس انتوا قعدتوا 1.5 شهر يعني. انا لو كان عندي المناسبة كمان اسبوع وانا بطلبه انا ما كنتش حضرت بقى المناسبة خالص. هي الفكرة كلها في التوقيت. كان عاجبني من عندهم حاجتين كده، اول حاجة اهو ده البوت، طبعا هو جايلي بالشكل ده بالظبط كده.
انا ما فتحتوش، انا اول مره افتحه معاكم لان اختي جابت واحد جاي لي مترب كده. بس ما علينا، عادي خالص، مش هيفرق حكايه التراب دي، انا هنفضها. بس يعني هو فيهم كام عيب يعني كده، عادي هبقى امسح انا وانفضه كده، هبقى اجيب له سبراي كمان، سبراي بتاع القطيف. هو ده شكله، بس ما علينا، ده شكل البوت اهو. وبسوسته من هنا كده تدخلي رجلك، يعني تفتحيه عشان السمنه بتاعتك لو كبيره وكده. وده طوله، طوله حلو جدا اهو. البوت ده كان نفسي فيه من زمان جدا، واول ما اتاح ليا الفرصه يعني ان انا اجيبه جبته على طول، ما بخلتش على نفسي ولا حاجه. خدت مكان برومو عشان ما يكسرش معانا. هو ستريتش، هيبقى شكله شيك جدا جدا في اللبس. عايز بنطلون ساده، مش عايز بنطلون فيه اي نوع من انواع الكاتنج. حلو جدا، فرحانه ان انا يعني جبته وخلصت منه، نفسي اجيبه يعني من زمان وكده. هوريكم بقى الحاجه التانيه. انا اعتقد يعني على ما اعتقد يعني الفستان والبتاع التاني ده هخليه في الفيديو، في فيديو لوحده. استنى بقى كده، انا مش عارفه، مش عايزه ادخل جوه الشنطه بتاعتي. البوت ده تقريبا كنت جايباه ب270 جنيه، كان نازل عامل ضجه كبيره، والسنه اللي فاتت ب400 جنيه، 500 جنيه، واسعار كده غريبه. بس نزل، اول ما نزل رحت جبته على طول. تاني حاجة اهو الهاف بوت ده، دي شكلها اللي هي نازلة جديد، اللي هي شبه البيادة بتاعت الجيش بالظبط، ومعاها الجيب بتاعها اهو. شكلها شيك جدا، جديدة، قليل جدا الناس اللي جابتها. عجباني بطريقه فظيعه بصراحه، يعني عجباني جدا جدا جدا، كمان شكلها شيك وكده. فبصراحه فرحت يعني كمان ان انا جبتها، فرحت جدا ان انا جبتها بصراحه. استنى بقى كده ايه اشيلها. دي كانت برده ب250 جنيه، حاجه من نفس السعر برده، بس كده حلوين. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. مش اهم حاجه لايك للفيديو ده واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه دي. والبوت من نفس البيج اللي هي اورزد، ابحثوا عنها لو عايزين تجيبوا منها. احملوا بقى الايه التوقيت يعني بصراحه، بس هي حاجتهم يعني نهار اسود، حاجتهم حلوه، بس الستاند ايه انتحر. حاجتهم حلوه ويعني هي تستاهل بصراحه الفلوس بتاعتها وكده، بس هي المشكله بتاعتهم الوحيده التاخير. يلا باي بقى، وتعالوا في الجزء التاني بتاع الفساتين.